باهي. قلت لي انت اللي يهمك زاده برشا هو الريفرنسز، كيفاش تزيدهم سهله برشا لهنا. كما قلت لك الريفرنسز الكل ديفيني في التمبليت بوان بيب، ومن بعد جوست باش ديفيني كيز الكل ريفرنس، ومن بعد في الكود متاعك وين معناها قاعد تكتب في الرابور متاعك في الكتيبة تريفرنسي الكيز هيكم ويوليو يتزادوا في الريفرنس متاعك. تنفسر كيف نعرفش كان فهمتني ولا. اما باهي احنا تو في الريفرنسز عندنا ريفرنس واحدة برك اللي هي ديفيني في التمبليت بوان بيب، كي نشوفوا لهنا دي اي هي دونالد اي، ومن بعد عندك التايتل لهنا، وعندك اللي نجم تنزل معناها على هكا كليكابل نجم تنزل عليه هزك اللي انا اللي ديفيني لهنا، الفوليوم البابليشر والكل كل شيء موجود لهنا. انت كي عندك ريفرنس تحب تزيدها بون بيان سور، اذا تاخذ تمبليت كي من هكا الريفرنس هذه ما حشتكش بيها نجم تفسخها، تنجم تبدل فيها، وتنجم اذا تحب تزيد عليها. انا جوست باش نوريك كيفاش، معناها باش نكوبي البارتي هيك الكل، باش نزيد واحده تحتها، باش نزيد ريفرنس واحده اخرى، باش ناخذو اكزومبل لهنا الكي اللي كنت نحكي لك عليه، كي اس بي دي اي 10، نقولوا احنا الكي هذا نتاعنا الجديد نتاع ريفرنس جديده، باش نزيدو 11 في اوث 10، و ديفيني لهنا عندك كل شيء، عندك بليزيور سيكسيون باش ديفينيهم. بيان سور ماكش مش اوبليجي انك ديفيني كل شيء، باغ اكزومبل هنا باش ناخو جورج ار ار مارتن اللي هو اللي نكتب جيم اوف ثرونز، تايتل جيم اوف ثرونز سيري لهنا بوك اوف ايس اند فاير، فوليوم بعد تختار بيان سور اذا حاجات ما همش ابليكابل مش لازم تكتبهم، حتى لازم تكون تريفرنسي في ارتيكل انت معناها مش لازم تكتب كل شيء لهنا. هذاك شحال يدخل نجم حاجه تخليها فارغ، نجم فوليوم تخلي فارغ، البابليشر باش نخلي نفسه، الير باش نبدل جوست باش نشوفه معناها. ومن بعد عندك اليو ار ال نجم تحط ليان لهنا، نجم ما تحطش زاده. تايم ستامب اذا عندك الدات والوقت اللي خرج فيه الهبطت فيه الببليكاسيون هيك نجم تحط، سينو كيف كيف تنجم تخليها فارغه تفسخها الكل. ومن بعد عندك عندك البي بي يور ال زاده. هذا البارتي هذا معناها الديفينيسيون تاع الريفرنس في التمبليت بوان بي باكتر ساهله في حد شيء، جوست اشاك فوا تكوبي هذه الكل تزيد تعمل كولي تحتها، تبدل الكي تخليش نفس الكي اليوم، وتبدل الديفينيسيون تاع الحاجات اللي كيفاش معناها البيبليكاسيون شنو هي الديفينيسيون تاعها، شكون كتبها، وقتاش الليان، اذا عندك الليان وقتاش هبطت كذا. سيما اذا اون فوا كملت لهنا بعد جي الكود نتاعك وين قاعد تكتب في الرابور نتاعك، باش نراو ليكزومبل لهنا باش نوريك انه كيفاش يريفرنسيو ال البيبليكاسيون لهنا في الكود بلوتو في الرابور. ترى انه فما anyway here's an example of a citation، وتلقى الريفرنس لهنا كي تنزل عليها تهزك للريفرنس اللي هو في اخر الرابور نورمالمون. كي تجي تشوف الكود كيفاش ديفيني تلقى anyway here's an example of a citation anti slash cite، ومن بعد تلقى الكي اللي ديفينيناه وبهكاك يتزاد للريفرنسز لهنا. دونك تبدا انت تكتب في الرابور نتاعك وين حاجتك باش تذكر حاجه باش تريفرنسي حاجه باش تحط سايتيشن ولا المهم باش تريفرنسي حاجه تحط انتي سلاش سايت كيما هكاك في وسط الكود نتاعك وانت في وسط الكتيبه معناها انت ديفلوبي وتكتب الكي لهنا وتلقاها بعد كيما هكا الريفرنس معناها تظهر هكا في وسط الباراجراف وسط الكتيبة، كي تنزل عليها تهزك للريفرنس وفي الريفرنس تلقى الليان نتاعك هايلايتد وكل نجم معناها يمشي تكسيدي الليان هكاكا وتلقى الريفرنس ديفيني هكا معناها منظمة والكل. دوك باش نجرب احنا الاكزامبل اللي زدناه باش نكتب مثلا here is another example of a citation، باش نحط السيتيشن نتاعي اللي هي بال انتي ستاش سايت و
فوالا ديجا يعاونك، هو يعطيك الريفرنسز اللي عندك الكل، الكيز نتاعك، عطاك هاكا سجستشنز الكي اس بي دي اي 10 وال 11 اللي زدناها احنا، دونك يعاونك حتى على كتيبة الكود، يعطيك سجستشنز هكاك. انا حاسيب ال 11 لهنا ونعمل ريكومبايل، سي بون كملت الكود نتاعي، نشرى الريزلتات توا. شبين خويا يخبر شباب، فوالا زادت الريفرنس، دونك زادت لهنا في ال زادت لهنا في ال في ال في الرابور في الباراجراف نتاعنا. Here's another example of citation، وتلقاها لهنا. علاش مار؟ خاطر مارتن انا كتبتها، جورج ار ار مارتن، لقبه مارتن، دونك خذاو ام اي ار 08 خاطر عام 2008. الاخر باش تلقاها كنو 10 خاطر 2010. كي تنزل يهزك للريفرنس لهنا، هاكا كيما ديفينيت جورج ار ار مارتن، جيم اوف ثرونز، كل شيء هاك موجود كما ديفينيناه بالضبط. سي انا في حد شيء، دونك هذا اكزامبل في تمبليت. نجم في تمبليت واحد اخر انت تختار وتلقى فما حاجه مبدأ، تلقى حاجه زايده، حاجه ناقصه، اما معناها البرنسيب نفسه. نجم مثلا في تمبليت واحد اخر ما تلقاش الشون هذا تايم ستامب، ولا ما تلقاش مش عارف حصيله، نجم حاجات بساط يفرقوا، اما معناها جينيرالمون هذه كيفاش ديفيني الريفرنسز وكيفاش تبدل في الكود. من بعد تحب تزيد مثلا، نقولوا التمبليت هذا ما فيش تصاور، تحب تزيد تصويره، انت كيفاش تعمل، كيفاش تعرف كيفاش تزيد تصاور في التكست، نجم هما ديجا اوفرليف عندهم بارتي كامله توتوريالز، نجم تدخل تكتب اوفرليف وتكتب هاو تو اد مثلا ان ايمج ولا حاجه، يعطيك تلقى باج نتاع اوفرليف فيها يتفسروا كيفاش تجوتي دي زيماج، كيفاش تجوتي دي تابلو الكل، والا نجم تشوف سيت اخرين معناها مش بالضروره تبع هو اوفرليف. توتوريالز تاعهم باهين، عندهم توتوريالز مش فيديوهات، كتيب باهين ويعطيك دي زيكزامبل والكل، نجم تشوف في بلايص اخرين، في سيتات اخرين، نجم تشوف في اليوتيوب، نجم المهم والا ديجا التمبليت نتاعك يبدا فيه معناها الحاجه هيك، والا نجم تحل تمبليت بخلاف تمبليت قاعد تخدم عليه، تحل تمبليت يبدا فيه الحاجه هيك وتكوبيها من التمبليت وزيدها عندك. شنو اخر تران؟ وفهم نجم تجوتي حاجات كيما لي زيكواسيون ماتيماتيك لهنا، ماشي سكو يهزني ليها لهنا ولا فوالا. تلقى begin theorem لهنا، end theorem، دونك حط theory لهنا فوالا. كي تعمل begin theorem theorem باش يزيدك هذي theorem، معناها حاجات صغيرة، وهذي راهو تنجم تكتبها معناها تو سامبلومون، تنجم تكتبها سو تيتر هذي، معناها تنجم تلقاها begin subtitle تكتبها، ما يفرقش برشا، اما هاكا يزيدو دي فونكسيون تاع حاجات باش يسهل لك، زي يكون كود ليزيبل اكثر، تلقى ثيوريم تعرف انه نحكي على الثيوريم اللي لهنا. لحظة برك شكون يطلب. تنجم تلقى شكون نحكي انا، فما بروف لهنا، بروف هي هذه البارتي ليكواسيون ماتيماتيك. This is the proof، هيك جست جملة عادية يكتبوها، أما من بعد ترى كيف شي ديفيني وال هذه قاسين دو دو بالانتيساج اس كيو ار تي دو دو، مهم ليزيبل، فهمت الكود، نجم من هنا تلقى تفهم الكود بسهولة، ترى ريزولتا تفهم الكود، نجم تبدل فيه بالفاسون هذه، نديفينيو ايكواسيون كيما هكا، نجم تاخوها وتعمل كوبي تحطها في بلاصة أخرى في الكود وخليها تستحق لها كي تحب تعمل ايكواسيون. شنو اخر كهو نتصور عندك البيسكس، نجم تخدم، نجم تبدا تكتب في الرابور نتاعك. نزيد اعمل طلع الفيجوال اديتور، نتصور اسهل هكا، عمري ما جربته انا، ما تصور ولا اوكي فهمت. لو كي تنزل على الترال بارتي الفيجوال اسهل خير من اللي اوكي تنزل عليها، يجيك نجم تبدل ديريكت ما غير ما تكودي. دونك لهنا لازم تكون تعرف انه لازم تكتب begin proof و end proof، معناها لازم تسبكتي السنتاكس، سينو الكود ما سينو جينيريك ايرور لهنا، ولازم تكتب هك وهك وبالاس كيو ار تي والكل والكل هنا، تجي جوست ترى استنى اسكو الفيجوال يتبدل كي نعمل كومبايل، لا فوالا جوست تجي لهنا ترى انه عندك ليكواسيون هذه اللي هي لهنا، تحب تبدل، تحب تعمل راسين دو 3 بلس راسين 3، جوست تنزل لهنا ترى انه لازمك تبدل لهنا، تحط 3 و 3 كهو، لغين تقعد تكودي ولازمك تعرف الكود، سيما تعمل ريكومبايل باش تبدل لهنا في ال بلا في الرابور. دونك الفيجوال اديتور يسهل زادا برشا، تقعدش
لازمك تعرف الكود والسنتاكس والكل. فكنت القادر رافيس شوي سنتاكس زاد هني. ايوه المهم ان شاء الله تكون، ان شاء الله تكون فسرتك بالباهي، ان شاء الله تكون فهمتني، خاطر حس روحي حكيت برشا وفما حاجات مفسرتهمش مليح، ما نعرفش حاصل. كان ما فهمتش بالطبيعة انا ديما نحكي، واسألني في اي وقت اي حاجة ما فهمتهاش، ويمكن حاجة انا ما حكيتش عليها وانت من بعد جات لمخك تحب تفهمها ولا تحب تعملها، قول لي كان نعرف تو نعاونك، ولا ندوجو مع بعضنا نشوفو كيفاش حصل. المهم